غلت الغدر غليانا أن سعر كسوق مركو كعوا حلوران كرا غلا السعر غلاء أرجو أصليا وحويانا الارتفاع ومجاوزة الحد وأف صومالي كوا وحو إنو ضافو حدود لوغو تلقلي أما السهدين تيرو كتلابو غلوه مركا وسهدين ضاف أما واحد قدب قفكو كحد قدبه هل كان مركا إنو غلوه كوا الرمين أنا وحي نوتشي إدناون شرعي كحد قدب كيسي أن علمادو ترمينولوجيكا أما إصطلاحا سي أما أري بحنتا سي مركا أي شرحيان وحي كتل مامان ويدو لغو حد قدبو دينك أما الشيء لغو حد قدبو أما أمانتيسة أما عيديسة ووحي وحق متيلة دافيو مركا لا وحي كتل مامانينو يهيون حدود دي شرعي غو شيء غو دي لغت اللابيو إيغا كفصر يا آيات كقرآن إلهي إليه سبحانه وتعالى ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي أما فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا مركا صوت ضبنا ترمينولوجيكا أما يري بحنا ذا ترى ذا بدن لعلماء تلمامان وحي نسوسو كوبي كرنا وقت كوبن دراد دي دينا يتهيون حدود دي شريعة أي شيء كستول لكتاي أولا دافو سيب الله دافو دن ليس لي ولي بواد وناتشينيسا قفو يساقو يسلي وحواد وناتشينيسا وانت بدن غلوه يمرك يكاور رميان وحيدا دان من باب الإخلاص ككومتشرو لكن وباب المطابعة عمل قردنكو كحمانا يا وحويان حقا راعدين تالا راعي النبي محمد عليه الصلاة والسلام يشيقا سيسدو وقبطي سيانا هين بالله قبانيا مرر بدن وحيدا دان صبابها كيني وقوة وين وحاكمدا حماس كزائد كايا أنا قونتكو صلي سني قفكو أو حماس صدودة أمر ربا وحينو سفي عنو قبطه أقون ضر سعي جرته وحانا علمدو الشيغان انت بدنو إلى هدان إسلام نمدو سيدي دبوا وسط وميل دحي داتكونا الله برد نعمدون بي انت بدنو كعان أما من باب التقصير والتساهل والتسامح دين عقابسك يا عماشو عن لصمينين أيا الله كعا أما سي وحونا أكسن قبالة سيدا حقا كلا لوغا مركده أما سي لوغا بحا ودين عوحا وانا أكسن قبالة سيدا لولي هي أي حدود دي صلى الله فيها أرى إيغان مركا إنو تلمامي إنو غلوي قولا دي ترجمة إسي حد قدب كو تلمامي أما حاك شرني ماذا حاك شرني ماذا ملاوة تطرف أي نغو كرتا في اللغة العربية لكن هو قفك أو سهدين تدافة سهدي مي شرعي جديي أولا دافة غلوه انت بدن لبا نوع با ودعا كو غلو عقيدة كو دعا جره غلو عمل كو دعا نو جره كعقيدة كو دعا وكي أهل كتاب كو انتو دا بدن اي كو دعين وحي مثلا نبي عيسى عليه السلام وحي وقال كسي فيه وحانا هين بي كسي فيه يعني يغو كحد قدبي وقالنا هوس وغدكتي وحواها قالنا كورو قادي وحواها إلى حد الألوهية قارسينيين وحكم إذا مثلا خوارج تغلوه يكون عضي أما شيعادو وحوانا مواحد قدب مسائل كم إذا شرعي قالوا واحد قدبي أو بوس كإلى هاين بوس أنا هين لسيي من نوا غلو عمل كقطعة وقت كان إنه هدد شو غنضت كوين بضم بيك هذلان مسألة داس غلو قال الله إذا ما حد جدب كا ما حد شرني مدى إيه ده أنا ران كرنا سياسات كدول جي ما أنت شرى بس هو دويي إن لقى هذله ده بتنضد وعن تما يعيد أنا عن تما بقاعد بيوقع هذلان إيه ده مرة كقار كود مرة كإكستريميس كا أما إرهابي كا أما غفك غال كالله فصيري ويهي كشان تسالة دود بتوك هذا أما أستامها غفك مسلم كالله وقاركو لا كم موغضة لغوت المامين يهي كي حد قدبي أصليا وحين الربي سنين إلهي قرآن ككولا وما جعل عليكم في الدين من حرج ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج لا يكلف الله نفسا إلا وسعها إسلام نمادو لبيبكو مجرتو حد قدبك إسلام نمادو أصليا كمان مدها لكن إن بدني وحي ما أنت ودعي ساوركو
مهما دي سوماليا دا هيد خير عندون ايي روب ميقو ايريي انكي قيل چريه اللي يدي قري هبلا كو چريم بكو اقور وريك عبسا وحا هيد ان قريا دادك اللي قالو دابتان اي سوغا اقمر مرا يا روب هلا حقا بمي ايجين حقا قري وو عرار اي مركا اسوغا اللي خير عندون ايي روب ميقو ايريي ان قضية دو مركا ما انت مركا حق چرنما دا لغا ورم ايو iyo media dunida yaala iyo dadka reer galbeedka ama dad badan oo muslimiinta ka midi qaabka u dhigayaan wuxuu yaala qaab ah waxa laaliya wixii islaam ku sifoobo dhami inuu yahay radical ama cid xad gudbaysa oo aan islaamkii mu'tadilka ahaa islaam mu'tadili ma jiree islaamka oo dhan baa ictidaalka islaam oo dhan baa ayaa tawasudka ah umma wasad buu ilaahay subxaanahu wa tacaala ku tilmaamay inay dadka muslimiinta yihiin markaan warka soo koobo wakhtigo kooban daraaddee waxaan odhan karnaa uun ilaahay subxaanahu wa tacaala siduu imaam ibnu lqayim uu leeyahay nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu inaga reebay diinta inaynu ku tashadudno oo wixii layna faray aynu dhaafno haddaynu tashadudka ama isku adkayntaasi la nimaadno ilaahayna subxaanahu wa tacaala wuu inagu adkaynayaa qadaran wa sharcan buu leeyahay xagga qadarka waa laynoogu adkaynayaa iminka dadka waswaaska ah qof baa weysaysanaya dabeetana wuxuu soranayaa weysadii maad hagaajin wuu ku celinayaa maad hagaajin ilaa iyo waswasadiisaasi ay noqoto guluw qadaran baa kaa loogu adkeeyey buu leeyahay waa kii ibnu caqiil u yimi oo kale alimaam ibnu alcaqiil xambali ayaa waxaa la yidhi nin baa u yimi wuxuu yidhi niyow biyahan quusaa biyahan galaa buu yidhi dhowr goor dabeetana wuxuu maan ka soo baxaa anigoo isle weli qusligii maydhashadii kumay xasilin biyuu galayna shakigii wuxuu geeyey markaa inuu is yidhaahdo mala maydhashadaadii may xasilin ibnu caqiil siduu war kale uga sugayey buu wuxuu ku yidhi saqadat canka salaah salaada adigaa lagugumalay buu ku yidhi salaaddii way kaa dhacday marka wuxuu yidhi oo salaaddii say uga dhacday nebigu wuxuu yidhi wuu yidhi waxaa qalinka laga dul yeelay saddexoo saddexda waxaa ka mid ahaa almajnuun xataa yafiiq mar haddaad intaad biyo gashay garan lahaada inaad maydhatay iyo inaad maydhanin adiga salaad lagugama laha buu yidhi yacnii qofkii wuu xadgudbay ilaa xad uu gaadhsiiyo inuu fahmi kari waayo isagoo maydhay inuu haddana isweydiiyo waswasadaa la mid a waswasadu waa qadaran bay kuugu adkaanaysaa inaad aragto qof salaad xidhanaya oo allahu akbar yidhaahda oo in yar markuu joogo haddana allahu akbar ku celiya oo waxaan arkay ninka soomaaliyeed ee uu yidhi saan allahu akbar u lahaabaa salaaddii laga baxay waa salaad buu xidhanayey siduu xidhanayeyna salaaddii waa laga baxay idan wuxuu ibnu alqayim raxmat ullaahi calayhi wuxuu leeyahay qadaran bay ugu adkaataa buu leeyahy qofka qaalka ee diinta ku xadgudba sharciyanna waa lagu adkeeya oo waxaad garan kartaa qisadii reer baru israa'iil qur-aanka ku soo aroortay warsaca qale baa la yidhi dabeetana kolba oo kuwii soo noqday sabcayn ku eg iyo midab kuu leeyahay cayn ku waa lagu sii adkeeyaa un marka iyagu sii baadhista ku sii tiro badiyaanba quluwigu marka ama xadgudubku ama soohdinta sharcigu dhigay oo la dhaafo waa aafo qadiima bay yidhaahdaan waa xanuun soo jireena oo bashariyada hore u hayn jiray waa xanuun gaadhsiiya dadka halaag waa xanuun ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aanka uu ku tilmaamayo ummadda muslimkaana waxaa lagu sifeeyey inay tahay ummad dhexdhexaada وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا قرآن كإله سبحانه وتعالى لبا آيادود بوكا غور رميا مسألة لبا آيادود بأهل كتاب الله غور رميا لكن أمضة تن وحي يهتي دقنين لا تلمام يو طريق يكوي هر كل مين إن أنا إيانا الراعين سيقول لبان سأوجد بإله قرآن كوحو كلي يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم آية دكالة إلهي وحلي قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل
لبدن آيادود با إلهي سبحانه وتعالى وحكا غور رميا أهل كتاب كو الدين تينها كحد قدبين با إلهي سبحانه وتعالى وأهل كتاب كو الدين تسيب وحد قدبين قال واحد قدبتي ونبي عيسى وحيد أهدين ويل حلال غد علي ماها أي يهود قال أنا واحد إذن حد قدب كود وحوية لأن النبي قد عافيين منزلة النبو النوودة نبي النمدة يواناق يرشد قوي كردقان قف باضية قال هذا كلا نوي حد قدب تيو منزلة النبي النمدة انت عافيين بي وحي قارسيين محي بوسك إله نمدة ووحي دهدين وابن الله أما هو الله أما ثالث الثلاثة أقواش بدن إليه قار ليس قابين إلها قار ليس قاب إلها قار لو سدح دا أغنوما وسدح دا إله إسكو إلها وحك استبها الشيغاني وركو دردن مرك الله إسكو درو وحو شيغي غلوي أم حد قدب غلوي قاس إلهي سبحانه وتعالى ولا بدا يضد بكت المامة وحال الربين إنيق اللي نوغدقه وايو وسبب كم دا سببا لغو هلاكسمه آيات قالوا قرآن أنا إلهي أقواشه دا مركا وكت المامة غلوي شيغيس لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد أما وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله مرك إنه حق أحاديث النبي وقعنا عليه الصلاة والسلام أحاديث آد أترب ذنب قصة أرورتي أحد قدبك لين غير ريبي أحاديث سوى حكم ذا كوى عامة وحكم ذا كوى صلاة قصابسا waxa kamida kuwa soom ku saabsan waxa kamida kuwa xajka ku saabsan waxa kamida kuwa nadar ku saabsan waxa kamida kuwa cibaadaadka guud ahaan ku saabsan dhammaantood waa xadiis laynagaga reebayo inaynu xad gudubno oo ka gudubno sohdintii sharcigu inoo dhigay inagoo isla wax wanaajiya aan dhowr tusaale qaadanno xadiidka imaam nisaai iyo keyrkiiba ibnu maaja nasaai ibnu maaja axmed soo saarayaan الشيخ الألباني رحمة الله عليه الصحيح كنت المامايو نبغو عليه الصلاة والسلام حجك يدو اللي تشوغو ورد احتورة كيلا الربين لرد احتورته ومزدلفة اللي تشوغو أيوح نبغو كويد عليه الصلاة والسلام ابن عباس أرد وحديثه وقال قرور حين لتوري قرور حين لتوره أيو نبغو يديسه وقال wuxuu dhagxan yar yar baan soo qaaday markaas oo kuwan wax lagu tuurtuuray yar yar ah yacni dhagxan yar oo xabada fuula leeg bay dhahaa culimmadu ayaan soo qaaday buu yidhi markaa nebiga u keenay calayhi salaatu wasalaam buu kor u taagay dabeetana wuxuu dhihi biamhaali haa-ulaa war kuwaasoo kale tuura wa iyaakum waalguluw nebigu calayhi salaatu wasalaam wa iyaakum waalguluwa waxa uu tilmaamayaa digis caama waxaan idin ka digayaa buu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam xad gudubka alguluwa fi ddiin fainamaa ahlaka man kaana qablakum alguluwu fi ddiin waar idinka kuwii idinka horreeyey buu nabigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam waxa halaagay diintii ay ku xad gudbeen nebigu si caama buu u yidhi wa iyaakum waalguluwa fi ddiin waa eray caama sababta keentay waxa weeyaan quruur waxa lagu tuuro meesha tan haddaad xajka tagteen waa aragteen dadka badhba kabahooda ku tuura halkuu nebigu yidhi quruur waxa ku tuura waad yaabaysaa kabta taalla dhagaxa weyne yaalla waxa yaal waa quluw qaar baa isle shaydaanku aada ha u dhintee wax waaweyn ku garaaca shaydaanku nacas maaha dhagaxa isu dhiga sideedaba sharcigu wixii uu jideeyo ayaa habboon in qofka muslimkii uu ku dhaqmo adigoo isla wanaaj adiga qurux ku tuur baa lagu yidhaahaa isoo dhan in waad wanaajinaysaa haddaad dhagax waaweyn tuurto nebiguna calayhi salaatu wasalaam diinta inaan lagu xadgudbin wuxuu kaga digayaa xataa qurux la tuurayana ha noqotee in diintu xuduud bay leeday soohdimo ayay leeday soohdinteeda inaad ilaaliso sidaa awgeed buu nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahy waar idinka kuwii idinka horreeyeyba waxaa halaagay وحد قدب كاي دين تكو حد قدب بيه حديث كاي إمام البزار وصو صاري حاكم نو صحيح يلا يا إمام الذهب نو كوا فقيه إن شيخ الألباني نو كرا عيه ويوكا مصين تسيدو دو قره
أي نبي عليه الصلاة والسلام حتى المام يحمل هذا العلم من كل خلف عدولة ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. نبي عليه الصلاة والسلام حتى المام علمه يغلو النمذ إن المنافسين إن أنا اسكم الجلين وها كان حد جدب قوى قان ضر يجهل دتك أهل علم يغلو جم سمايا. ولذلك من نبي عليه الصلاة والسلام حليه الدين تتن علم جاد وها حمبار دونه كوه والبكوة عدالة كسفوبة كوه سكر ريب دونه من نبي عليه الدين تكر ريب دونه تحريفك أما وعنت أي سميني أن كوا حد قدب يا مغالين تا نبي عليه الصلاة والسلام حديث كلو حكوت المامية لبقى حط السنة لابن أبي عاصم وصوصة رأي الباني نصحيح كوت المامية لبقى حط ومدى كم دي شفاعة إذا ما هلالان سلطان ظلوم غشوم نين مضحة وظلم بدن وخيام بدن ودتك غشك السماية شفاعة النبي كما غيب قليه يا وغالم في الدين بالنبي قليه مد دين تكو حد قدبه. إمامه مسلم حديث كوسنا سوى صاري وحوكت المام يا نبي عليه الصلاة والسلام هلك المتنطعون تنطعوا والمتعمق المغالون وح هلاك سمي كوا سيدا حال كدير لا اسكو دايين وح والبو بعد الدونان الى ياي كو حد قد بيان احاديث ساسي اي نصات الممنود من وحي وافق سيين الهي وحلي والسماء رفعها ووضع الميزان الا تطغوا في الميزان طغيان شرع الاسلام لكم بنانا سيدا ان تقصيركم ولا تخسروا الميزان الهي ولي انا وبنانين وحين قادن دون بعض الامثله تصالي الكوبان وددك النبي قال الله نغمي عليه الصلاة والسلام يا مركو هر النبي قو سيدا وو ترين قريي أما وو طبا برايا ويقفك مسلم كا مركو عسبي هاي عبادات يا دين تاو برتو أنا أقونتي سؤاد وبدنين أنا الراسخين حماسكو انت بدن حماسة ترادة بدن لوحيكو كلفته إنو حد قدو بدن سمايو وحاركي دونتا النبي محمد والصحابة ها هيا مركاسي او كإلالين هي إني حد قدبان إيقو أما عبادات كي صون تي صلاة دي عبادات كو دي الربا إني آدو سميان لكن أي وغم وقت النبي عليه الصلاة والسلام إن حد قدبو كجرو. مثال حديث كشيخين كصوص صارين يا إمام واحد ومدبا نبي عليه الصلاة والسلام أيا وحلو كيني عبد الله بن عمر بن العاص عبد الله بن عمر بن العاص يا وحليه هاي أبهاي يا قبر قريشي يقوريي وررفي عن كدالتي عبد الله هنا وحكم ده أن من كدال يرضى هي مركز آت كوي عبادة الصحابة كدال يرضى عبادة بدن لو كتشري أبي هي بقول قوريي مركز إن قريش يضع إن أنت مركز له قوريي أبي هي عمر بن عاص الصحابي كلاهي وحد درين سنة إن كيسو سيدو عبادة ديسو أربي حد قدب كوكانتا هبين كي أراس كمركي وين انتي لوهو يي أيو صبح يوضيقو قبدي ويمي وحيد بالورر ما في عنتهم وانا بطغى بنابيت لي عبد الله يقور بيوله يا حال كيس واحد تري حال ودن واتو كني نعم العبد لربي وأدان وفي عن بيت لربي وصلاة بوتاقنا لكن فراش كرم ما يقانو تفتي دانا ما تابن بيكو تري ننك اروس كاها اي حالي تلو اروسي قوري جيسك وصلاة بي سلا نحتاج شقا دا كليل لقربي صلاة بوضي الى واقي سوق بريي ابيه سبحي مركو يصور استينا وحي تري ونعم العبد لربي اللي هي سسفي عن بو عابدا لكن فراش كرر نمانا قرن مايو تفتي دنا مو أرق بيكو تري عمر بن عاص سيدو إنن كيسو شيغ أيو آبا إيي مبو يدو مركاسو إما غي بو يدو وعضني باللساني عرب كو يقو قنين يبو لي أما واسمعني هجرة ووعاي وضي سبحي ويعاي يبو يدو مركو إيي مي وحو يدي إنن رير كدلتو قريش بان كو قوري مركاسات عضي شيو عد لك كدلتو قريش بان كو قوري مركاسات عضي شيو عد لك كدلتو قريش بان كو قوري
نبي جوك حي مكة. عبد الله بن عمر بن عاص نبي محمد بن لوجي عليه الصلاة والسلام سقى الله وضه. نبي عليه الصلاة والسلام اشتكدي مركي الله شجعي أيدي يا عبد الله كيف تقرأ القرآن؟ كيف تقرأ القرآن؟ عبد الله قرآن كاستداد وآخر ده بولي ده هبين كيما ختم أبولي هبين كاستوى دمائية قرآن كاستداد وآخر ده وادمائية. وحنا بقولي كيف تصوم استداد الصنطة وحولي مالن كاستوى الصوم مالن باي ما دافته تبتر النبي عليه الصلاة والسلام وحكويلي وحد يشاء صنك ما الموت الماما قرآن كابو نبي كويل عليه الصلاة والسلام أفرتن عشقو آخر أفرتن كيما الموت بلي يتبن هبين مرضى ميه مركز وحولي إني أستطيع أكثر من ذلك إلهي رسول كسيان وإنت عين كبضا بصا مين كرا مركز سألي هذا بلكو آخر ورواية إمام أحمد سي شيوس هذا بلكو آخر وحولي كبضا بان يلي كرا مركز سألي هذا صبعي أو صبعي بمر شو معك استمر دمي كبضا ما سمعين كرا أبوي وحولي نبي كولي هذا صدح مع الموت كو آخر مركز سألي كبضا ما سمعين كرا صدح وحكي القرآن قبل ما فهم أبو نبي كولي صدح هذا هو سيد أفتو قرآن كوسكاو من وح الله يرين يكان غني فهم ما يسده صدح كبد النبي كولي نبي عليه الصلاة والسلام صان كبو كولي واحد صان تا بيش صدح مع الموت سكصر مركز سويلي كبدن بنا وودي كرا كبدن بنا وودي كرا سيدو سو ودي ايا وح الله يرد با سيام داود صان نبي داود صان كيسيو كلا او اه مالنا اينا صان تو مالنا افرتو نبي عليه الصلاة والسلام حكولي يا عبد الله إن لأهلك عليك حقا ولزوجك عليك حقا ولضيفك عليك حقا ولنفسك عليك حقا فآت كل ذي حق حقه. رواية إمام أحمد بين آخرين أيه وحن نبي كويل عليه الصلاة والسلام عبد الله هو خير كاو حقوق بيكو قليجي ومرتد حقوق بيكو قليضي ونفتاد حق بيكو قليضي اعد والبحق يدسي يعني دك غلوي غري وكردعا ما حد قدب كري وكردعا وحويان قيب كميد الدين تالق روح بضطه دبتنا قيب تاسو مندفع كل نغضا قيب تاسو سوين ونحقلا تاسا وحي أبورتا قيب بدنو الدين تكميدين وكو حد قدب مركاسيو إلا بو نبي عليه الصلاة والسلام ويلكو سيدان كل التليي عبد الله عمرقي سراغي نبي قوغيري عليه الصلاة والسلام عبد الله بن عمر وادم به أيو على علي شري مركو جبوبة يو حورين شري يا ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ليتني شعلان لها يا بولي ما بل ما نقبل بولي نبي عليه الصلاة والسلام رخصة ديسي ويا صحابة ما يتشعلين عباداتك ونبي كقتك عليه الصلاة والسلام مركو قريو دي قداشي إنا يكتغان marka nawaag gaboobayo sidii dhalinyarada maaha waxa ku adkaatay inuu maalinna sooma maalinna afro waxa ku adkaatay amaashi uu sameeyay walidalku waagi si dambe waxa la yidhaahdaa intu soomi bakari waayo ayuu oran jiray soonkaanu yara xoogaysanaya inta wax cunaabo maalmo istabaraacin jiray hadhow waadana yidhaahdaa waa inaan soo qaleeyay ilaa nabiga ay ula ballamay inaan maalinna sooma maalinna afro maalmihi aan israaciyay maalman leeg waa inaan soomo isagoo ku calacalaya maan qaatay nebiga calayhi salaatu wasalaam taladiisii nebiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu ina leeyahay xadiista ka asaxday ina haada diina matiin wa diintani waa shay adag buu nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam fawgaluu fiihi birifq war si fudud u gala fa ina almunbata laa ardan qatac walaa dahran abqa mahmahda tan erayga noqday oo tilmaamaya منبت كوا منقطع وحيدة هذان عرفته نبى سفر كوا ضد كلا قال أو لسه عدي أيو جابي دب تنوح سرعت كوا ده ريسي ده بدي سبا آدو شو ولا دعي عبار بي عرفتي وحوش شو ولا دعي عبار عرفته ما ودناها قاي دب تنوح بختي دب تنوح يستاج إن يربو مركي هرسو دق دقي لكن نتيجة دي سوحي نغطي محي منقطع إنه نغضه منبت دبتنا النبي قول عليه الصلاة والسلام فإن المنبتة كان منقطع دا بدي سنوعة وقلي لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى
dhulla ma jarin baa layidhi oo socod ma samaynin, neefkiina ma daynin oo ma hadhin, yacnii labadii dhandhanna ma gaadhin. Qofka diinta xuduuddeeda intuu is dhaafiyo, marka hore xamaasadu ay digdigta ku qaadaa, meel dhexun buu ku gabagaboobaba layidhaahdaa, ma dhammaystiro, meel dhexun buu warkiisa ku koobtaa. Waxaanu noqdaa kaa nebigu uu leeyahay, laa ardan qatac walaa dahra nabqa, dhullama jarin ee neefkiina ma daynin. Waa runtii tashbiih aada u cajiiba. Saxaabadii cilmiga lahayd iyaga laftoodu saasay isu tareengaraynayeen. Waxaa jirta nebigu calayhi salaatu wasalaam markii uu saxaabada walaalaynayay, raggii uu walaalayay waxaa ka mid ahaa Salmaan Alfarisi iyo Abidardaa. Dabeetana Abidardaa baa wuxuu soo booqday gurigii Salmaan buu yimi, wuxuu arkay haweenaydii haweenaydii Abidardaa uu qabay oo aan ka muuqanin haweennimadii. Yacni haweenku marka ninkoodu joogo waxaa la yaqaanaa inay qurxoon yihiin oo isqurxiso, laakiin markay cidlada iska joogtee keligee tahay inay mutabadala tahay. Odaygeediina waa jooga, gabadh isdhowrta oo ishagaajisay oo yacnii gabadhnimo isu dhigtayna kama muuqato. Dabeetana wuxuu yidhi maa sha'nuk, naa maxaa kugu dhacay buu weydiiyey. Markaa Salmaan gabadhii waxay tidhi akhuuka Abu Dardaa laysa lahu xaajatun fi dunya. Waxay tidhi Salmaan oo walaalka Abu Dardaa dee adduun ma rabo, adduunyada baahi uma qabo. Dabeetana Abu Dardaa baa yimi, Abu Dardaa baa walaalkii baa ileen u yimay, raashin sameeyey. Markaasuu intuu raashinkii soo dhigay buu yidhi Salmaan oo cun, anigu waan soomanahaye, waana soomanyi, salaantina cidlay fadhidaa, gurigiina waa la joogaa. Salmaan wuxuu yidhi cuni maayo haddaanad ila cunaynin. Soonka sunnaa waa la jabin karaa, waa la iska cuni karaa cunnada, haddaanad ila cunin buu yidhi cuni maayo. Wuu la cuna. Markii uu la cunay ayuu habeenkii reerka u hoyday Salmaan. Habeenkiiba markii in yar la jiifee la seexdayba Abu Dardaa baa salaadis u taagay. Salmaan baa intuu marada ku dhigay yidhi war seexo, waa seexday. Cabaar buu haddana soo booday, waa ku dhigay war seexa buu ku yidhi. Dabeetana wuu seexday. Markii habeenka intiisii badnayd ay tagtay, wakhtigii dambe ay ahayd, ayuu yidhi kaac daba imikoo tuko. Wakhtigii salaadu subax, wakhti ka yaro horeeya, ayuu yidhi kaac daba imika oo tuko. Wuu tukaday, labadoodiiba waa wada tukadeen. Markaasuu wuxuu Salmaan ku yidhi Abi Dardaa isagoo la hadlaya, inna lirabbika calayka xaqa. Abi Dardaayow, rabbi xaq buu kugu leeyahay, naftaaduna xaq bay kugu leeday, reerkuna xaq buu kugu leeyahay, ee qof kastoo xaq leh xaqiisa sii. Warkii ayuu qaaday markaasi Abi Dardaa waxa loo sheegay nebiga calayhi salaatu wasalaam. Dabeetana nebigu wuxuu yidhi sadaqa Salmaan, run buu sheegay Salmaan sida uu sheegayo. Yacni qofka mu'minka waxaa looga baahan yahay in cibaadaadkiisa, diintiisa, mucaamalaadkiisa, wixiisuba inay sharciga waafaqsan yihiin. Salaad baan tukanayaa, waxaan dayacayaa xuquuq kale, ma shareecada kuma soconayso. Waxayna kaga filan qaar baa fahamku ka qaldamay maangaabnimo daraaddeed oo yana xadgudbay. Axaadiista mathalan nebiga calayhi salaatu wasalaam ka sugan waxaa ka mid ah, nin baa u yimi nebiga Dhulkhuwaysara la odhan jiray. Dabeetana nebigu isagoo xooladadu qaybiyey buu wuxuu ku yidhi, yaa Muxammed qad ra'aytu maa sanacta fii hada alyowm, maanta waxaad samaysay waan arkay. Nebigu wuxuu ku yidhi ajal fa kayfa ra'ayt, aragta iyo maxay kuula muuqata, saad u aragta. Wuxuu yidhi lam araka cadalta, maan arag buu yidhi adigoo cadaalad falaya. Nebi Maxamed buu ku leeyay calayhi salaatu wasalaam, maan arag adigoo cadaalad falaya. Wayxak in lam yakun alcadlu cindii fa cinda man yakuun, waar hooge buu nebigu yidhi haddaanay cadaaladdu aniga agtayda oolin, kumay cadaaladdu agtiisa taalla. Cumar bin Khataab baa yidhi aan dillo, ha dilina iska daa buu yidhi, kan koox baa dhabarkiisa ka soo bixdo ama shiico, koox buu yeelan doonaa diinta uga baxda sida gamuunku ama waxaan la tuura ee qaansada laga ridaa leebku, sida uu ramiyada yacnii saydka ama waxa la ugaadhsanayo siduu uga baxo ayay diinta uga bixi doonaan buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam. Xataa tamthiilka eeg,
نبغو حلي سيدا قمونكو ورنافو انت هاد اوغار توغتي حبادا تقولو فطاي حبادا حاجة خلاو قبحدو سيدا سيدين تيوغا مركودي دونان بو نبغو لي يعني وحو تلماما يوادول دق دقيا او يغو حيما ينتا يدين تقالان اي حاجة خلاو قبحيا كومسو قنانا يعني ميسي كومتشوغا يعني وغلوغا ما حد قدب كا وحكان كينيا نبغو عليه الصلاة والسلام وحو تلماما يا حد قدب انو يهي waxa keena dad badan inay diintooda xataa shirka ku dhacaan midalan cibaadadkii hore asnaamtii hore la sameeyay maxay ahayd dad saalixiin oo wanaagsan oo la jecelaado jacaylkoodii lagu xadgudbay jacaylkii dadka saalixiinta iyo awliyada ilaahay ayaa lagu xadgudbay ilaa markii dambe la yidhi sawir yar aan ka samaysano dabeetana sanam yar laga samaystay kadibna iyagii la caabuday waa caamadeenna qaarkood siday xabaalaha u galeen nin sheekh oo caalima muslima oo ilaahay yaqaanay awliyada allana laga yaabay inuu ka mid ahaa ayaa dadku kalgacalkoodii galay waxay ahayd kalgacalkeedu hadduu awliyadayna qaado inaynu dhahno ilaahay u naxariiso muslimiin naga horreeyey oo diintana soo gaadhsiiyey ahayde laakiin inaad u qaadato inu isaguba wax taro muxuu wax ku taraa isagaaba dhintay oo u baahan inaad ilaahay u barido oo dadka mu'miniinta waxaa lagu yaqaanaa kuwa nooli inay kuwa dhintay ilaahay u sii baryaan وقف كستو مؤمن أردن تي أدغي تينا دي لهي أبرد سبحانه وتعالى ودعاد هذا إلهي وجودا بدافه لكن كيدن تينا تسكت دبو حوصة طلبتا ووحا شرعك وافق صري ولذلك ابن نبو عليه الصلاة والسلام حت المامي عائشة يوم حبيب عائشة وحي كشكت أم حبيبة يوم سلمة أي وحي كورمين كيني صداي حبشي دكو صهر كان صور كل دجسنا يوح مرقس النبي عليه الصلاة والسلام إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات كواس يقول وكو نون أكسني ودحدة تشوغا هدي أودنتو حباشي سكر كيدي كردغان ميل لغو عبادة استو صورنا ويؤسما إيان دات كان إياغا وشار بدن بو عليه الصلاة والسلام وحماشا كم مغطو النبي عليه الصلاة والسلام تلماميا إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه war diintu waa fududday buu nebigu yidhi qofna iskuma adaadkeeyo ilaa iyo way ka xoog badataa guluwigu markaa dhan badan buu geli karaa cibaadaadkuu geli karaa caaisha waxay leedahay nebiga calayhi salaatu wasalaam xadiidka saxiixeynka ku soo arooray gabadh baa iyadoo caaisha nebiga la joogtaa waxaa loo sheegay gabadhi usoo gashay ama gabadh caaisha la joogtuu nebigu usoo galay markaasa waxa uu yidhi nebigu man haadii waa tuma tan kula fadhida waxaa la yidhi waa heblaayo waa gabadh salaad badan oo seen bay u tukataa kan bay tukataa waxbaa laga warraba salaadaheedii iyo wax mah buu nebigu yidhi calaykum bimaa tutiiquun naa warkaad sheegaysa u kaadi cibaadada intaa awoodaan sameeya buu nebigu leeyay yacnii lagama warramayo waajibaadkii shan salaadood iyo kuwa lagama warramayo laakiin cibaadada kale dheeraadka intaa aad awoodi karto samee buu nebigu yidhi ilaahay baan ku dhaartay buu nebigu yidhi alla idinkama daalaya inay idinku daashaan mooyaane acmaashana diinta waxa u khayr badan inta la joogteeyo ee cibaadadiinna waxaa ka dhigtaan waxaad joogteyn karto waxaad joogteyn karto haddaad tidhahda iminka habeen kasta waynaa boqol salaadood tukataa imisaad wadaysaa markaad bil waddo ama sanad waddo haddaad dib u firayso habeenka dambena iskagaba tagtaba salaatuleylkii la tukanayaba waxba maad kordhinin in yaroo aad joogteyn karto ayaa ka roon sida awgeed buu nebigu calayhi salaatu wasalaam cibaadaadkaasi saxaabada isagoo tiltilmaamaya ayaa xadiidka saxiixeyn ku qoran nin buu arkay labada dhinac lahayo soconaya markaasa la yidhi markaasuu nebigu yidhi maa baalu haada war kan maxaa ku dhacay waxay dhaahdeen wuxuu nadar ku galay inaanu lugayninba dabeetana nebi wuxuu ku yidhi in allaha can tacdiibi haada nafsahu alghaniy warkan naftiisa cadaabku cadaabaya ilaahay hani buu ka yee waxaad tidhaahdaan waxaad doonto iska fuulo soco waxbaa ka cabsanin cibaadaadku markaa qofku inuu taqashuf sameeyo koox saxaabada ka mid ah saddex ninoo saxaabada ka mid ah gurigii nebiga tegey markaasay waxay yidhaahdeen dumarkiiba nebigay waraysteen bal warrama markaasaa loo sheegay warkii nebiga calayhi salaatu wasalaam warkii cibaadadii nebiga looga sheegaaba laba yaraatay deetana waxay dhaheen war nebiga isaga ilaahay dembigiisii hore iyo kiisii dambaba uu dhaafay waa falsafa cusub nebiga ilaahay dembigiisii hore iyo kii dambaba wuu dhaafay haye intaasna wuu sameeyaa de inagu ilan dembigiin baynu xambaarsanay aan ka badinna bay yidhaahdeen intee nebi maxamed sameeyo in ka badan aan la nimaadno
oo maxaynu samaynaa mid baa wuxuu yidhi anigu horta gabadh dambe guursan maayo anigu haweenka waxa la yidhaha waa ka zaahidaya dumar laygu arki maayo midna wuxuu yidhi aniguna cunnadan iyo waxan baa rabashka keentae hilib dambe afkaygaba gelin maayo midna wuxuu yidhi anigu habeenba seexan maayo waa soo jeedaya nabiga calayhi salaatu wasalaam warkii loo sheegay maa baalu aqwaamin qaaluu kada warduul arrinkoodu muxuu yahay waxaaya waxaa ku hadlayaabuu nebigu yidhi war anigu waan seexdaa waanan tukadaa waan soomaa waanan afuraa haweenkana waan guursadaa ee faman ragiba can sunnatii falaysa minii war sunnadayda ninkii ka weecda aniga igama mid aha buu nebigu leeyay calayhi salaatu wasalaam yacnii diinta ta nebi maxamed baa tusaale u ah uma baahnid adigu markaa inaad istidhaahdo dariiq cusub ama wax cusub jidee wax kastoo cusub oo aad jidayso waxay keensanaysaa inaad dariiqii kaga baxdo saxaaha axaadiistan oo dhan waxaan u akhrinayaa inaynu fahamno guluwiga xataa cibaadada lagu sameeya xadiidka bukhaari ku yaalla ibnu cabaas baa wuxuu leeyay nebiga calayhi salaatu wasalaam u khudbadaynaya ayuu wuxuu arkay nin taaganuun markaasuu yidhi war waa kuma kani waxaa la yidhi waa abuu israa'iil ninkii la odhan jirayoo wuxuu ku nadray an yaquuma walaa yaqcud walaa yastadilla walaa yatakallama wayasuub wuu nadro wuxuu ku nadray anigu waan taagnaano weligay fadhiisan maayo hadh iyo hoosna hadhsan maayo naftan baan cadaabayaa hadlina maayo waan soomanaanayaa buu yidhi soon uun baan ku jirayaa fadhiga iyo nasashada iyo hadhka iyo waxaasoo dhanna waan iska daynayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi murhu falyatakallam walyastadil walyaqcud walyutima sawma u sheega buu yidhi waxaa amartaan inuu hadlo oo hadhsado oo fadhiisto soonkiisana ha dhammaystiro uun yacni soonkuun baa anfacaye waxaan kale tacdiiba uu samaynayaa waxba kuma jiraan guluwigu wuxuu galaa xataa in su-aasha aad badiso wax kasta aad tidhaahda ka gugaado su-aashooda aad tiro badiso nebigu calayhi salaatu wasalaam baa wuxuu yidhi xaja markaasaa nin soo boodo wuxuu yidhi ma sanad walba ilaahay rasuulkiisiiyow dabeetana uu iskaga jeestay nebigu lama hadale xagga kaluu ka soo maraa ma sanad walba markii dambuu nebigu uu yidhi calayhi salaatu wasalaam haddaan haa ku odhan lahaa way idinku waajib noqon lahayd inaad sanad walba xajtaan manaydan awoodeen war ka taga buu nebigu yidhi inta aan idinka tegey oo wixii aan idin farayna la yimaada waxaa ka awoodaan wixii laydinka reebayna ka reebtooma nebiga calayhi salaatu wasalaam saxaabadiisa isagoo tirangaray masaa'ilkan waxaan u tilmaamayaa inaad fahamtaan weligeedba inuu jiray qof xamaasadoodoo isidhaahda cibaadada tiro badi laakiin waxay lahaayeen saxaabadu murabbiin iyo dad celceliya walidaalik buu nebigu calayhi salaatu wasalaam intuu soo galay guriga ayuu wuxuu arkay xadhig guriga ka soo dhex laalaada markaasuu yidhi xadhigga kani waa maxay markaasaa la yidhi zaynab baa guriga ku xidhatay waa haweenaydiisii zaynab baa ku xidhatay oo salaadda siday u waddo markay daashee kici kari weydo ayay xadhigga qabsataay oo ku kacdaa si ay salaadda u tukato wuxuu nebigu ku yidhi xadhiggana fura naa intaad firfircoon tahayna tuko firfircoonidu markay kaa dhammaatana iska seexa buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam laguma odhanin noocan sameeye iska seexa markaana kullu dalik waxaan uga jeednaa inaan dhowr shay tilmaamno wakhtigoo kooban daraaddeed nebigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu inoo tilmaamayaa inaanay bannaanayn qofka mu'minka ahi diinta waxaa saaran waxaan ahayn inuu dusha iska saaro guluwiga kani markaa wuxuu keenaa ilaahay wuu kaa fogaynayaa kuuma dhowaynaya haadii waaxida laba camalka ma joogtayn kartid ee berri unbaad joojin waa muddo yar intanaad maqiiqan tahay saa dambunbaa lagu arkaya adoo barafoobay saddex waa daliil wuxuu u yahay bay yidhaahdaan caqli xumo iyo shaytaanka inuu ku wato afar waxay yidhaahdeen daliil waxay u tahay guluwigu jahliga iyo aqoondarrada diinta kaa haysata shan wuxuu keenaa bay yidhaahaan waswasada tan qofkoo wax walba siduu isu leeyay isku adkee marka dambe waswaaska gala sidaa kaa intuu biyaha galayle inaan maydhiyan kale kala garan maayo maxay tahay asbaabta keentay in guluwiga kani uu dhaco asbaab caama baa jira oo dadku inta badan guluwigu keeno waxaa ugu horeeya aljahlu wa cadamu lfiqh aqoon darro iyo fiqiyari aqoon darradi iyo fiqiyaridu waxay keensanaysaa
هدي دتك أقونت وأنا كوب بدنين شرعي إن يربو ملك أوغادة دبتنين تاسو دين تيوردن مودايو جزئية دا يروا أوغادة قفك كهض هضلنا وحاكين عالمية ما الشيخية ما اللكوحية هي دين تاين تيدا كالعيدة كهض شوردنا إزدراء وقور صدا وإن أنا وحبا أوغي مثلا وحلقية بمسالة دا جهاد كأنو وحوغاك أخرية ما وحوغاك فهمي إذن وحي بابك كورمنا وحوار كأنو الشيخية هي دين تاين تيدا كالعيدة وحي كورمنا ننسك هردا وان دريد بكالوغين يوحك صعدا وسك مانقاب أبو أركيا وحكين صدا غلو قنت رضا بدن لأن ما أنت وحويان جهلي وحكين صدا وحكم ده ومرشد لأنت مرشدك يعني قفك دين برنا يوحي بهي عد علم لو قعن قبطه صحابة حماسة دو مركة قادتا مدي راه ده هيل بعون ما يمدي راه ده قبدار كما يمدي راه ده صلاة ده چوچين ما يمدي راه سر چوغان كل عبادي سنية داد كان كاما عقل يرين صحابة دي نبي محمد بيه هاي كاما الدين يرين كوة إله الرميسان بيه بل نبي محمد وحكا نقايستي لكن حيسه يا حماسة دي ما كان صدينا هل كانوا لبودان حيسه يا حماسة دو قف كستو إيجا كدن بينا مركة وقود عاية والله أركي كراد داد بدن وأمرنا اللي يرى ما وضيع له ما عنده دون تبوح يسهن يا حماسة دو أنت يقاضه سيدة تنو طلاب سرية لكن دتك وحوب بهني عدي قري لهيد أي توسين لهيد التربيين لهيد الديل لهيد وقوم كاسي وعالم كرباني جا سيد النبي محمد كون ودي عليه الصلاة والسلام وحوب رأي أي توسين أي هدي مركب بلشنا اللي يرى ذاهي أي كفوا جاتو دتك علمك وصاحبك ونكر دلير دين دلير سجل دا اما دور كباب واخرستي سن الله اخرستي اسكو باب كون يقانين وكو حد مو كاسي شيخ ونقضي مفتي واسلام بنيا ام بشضو ما هينت حق سكو قرو وام بطو كلنتو معاسيد واوين اتكو دعضو ام بشضو وحي كانسان سيحاتا اين الدين تكمر كدو ان اتكدح بحضو جهل نو كادح صارو ولذلك وحيابها كان سنة يوحى كم ده أو ضاعدا ما أنت اللي قلت شراء منكر كأي فساد كأترب دنيا هاي قفك ورد اللي يرضو يسر هذا واجب كسارن والأمر بالمعروف لكن أنا قرنا إن الأمر بالمعروف مقاييس تي سي يوحى الوقيمة يسا وحى الله وضع وحيابها كان يوحى كم ده تحديات كما أنت الدوني دي الله قال أن نحي إن واستفزاز كو سمينيا دادك ربا انو فضيت صدا صاكعيو سيو اغراضي سيو فشدا وحو الله يو وحو قمادو ايو دولدها اسلام كو هرده اما باقيا اما وحبا سمينين ايو علماء بردو الله قبايا بين مسائل كغار كود غفلة كقسو قينا وضاع دا عالم كيسي ديو صعطو دابا تنويل كرد الله يردو يسيناه دو ودين تبا ميادي مو يانعيد كلاو صوحرنا إن هذا يقول حمبارت موياري ما عد با صوحر لا يوسي لهذا حماسكو وكر دا مركاسي وحبادان وان شرع قبرنينين وحكيني كربين لنا هاي إيادو اي دعي كرتو إنو سيدة تن ورع نمم مودو الغلو والورع وحي يرباو نحيا مثلا إنو قفو يسيره هذا ويسي سوي الله هلكن ميد لكن إنو قفو يسيره هو يسيدة كهبي أو لباتن شر ميدا ما وحبيش يوكر دينيسا ورعني ما ماها إيو ويسيد يو أسلا داي في عناي سيما ما في عنانيسا إيو حلقة يبو حلد ودور دمي بدع يقشن إيو عن دين تكو برنانين إنا يهين بحين لأن علاج كوغفي عن إيو هلي كراه قفك وحلو قيمين يا ماها انت وعباده سر يا صلاة دي سبدني ديت ويا نبيكو قبل دي صلاة بدني دي ويا انتو لها اللي نكي صون كبدنا ويا انكو لها اللي قفكو انو الصوم بدني نكا دلن يرد يلا متكي وحل غيابا انو كو قيمية وداه ورنكا نكا الصوم بدني عبادة بدني مجري وذات كري ما يساقا فرل كمو يانا وحكا لبا الصومة محوك الله اللي يا نكا كان كان فرل كالصوم اني هدو اقون دامو اساقي تاينو حدي ويا نبيكو عليه الصلاة والسلام خوارج تمركو كورمي يو لهدى يو لهدى يا ابي بكر يا عمر يا رقا محوكو لها سلاد دودا سلاد دينا وحق ريس بولي بلنك ابي بكر يا عمر يا كسلاد بدن قياس يا عثمان يا صحابه دي النبي محمد عليه الصلاه والسلام خوارج تمركو سيفين وعقوت المامية سلاد دا يجو تكادان خوارج تاس سلاد دينا وحق ريس وحالا دا علامات انا مك خوارج تا علامات كي معروف كوها يا وحكم دا وتشيكا ودا مدوبا سيو عبادي سنيا هل كان ويتشر في سنشر تالي عباده درادي
وانا نمكي سحابه ليني سحابه النبي محمد بين ليني وجهنا دلك كو هيا ما هي كو هيستا وحي رميسين ان صحابه الدين تسفي عنه فهمين وسفي عن انا يوضد ومساله الحاكميه اني وح قلده اي كفهمين ماشي مركه ما حكو جرى وحكوا النبي كسفيه لاب كسيدا وغدح بحو وغارنا دوغار سنيسو اما حبدا تكون رداسي وغدح بعضو سلمي دين الدين توغا بحيا حتى سرعة وفضيتك توغا بحيا بلا تلمامية وحا مهم كي وحو يحي دين توحى وباهنتين لغو نقمة صح دات كان بدان التصيب كسمي يعني فضيدي الدين تيسكي جتكي سيصحى ماها وحيكو صعدان لكن waxay u baahan tahay ku dhaqankeedu cilmi fulinteedu waxay u baahan tahay cid aqoon yahana oo cilmi leh oo khabiira walidalik hadaynu rabno quluwiga inaynu cilaajino qaabka reer galbeedku ay u cilaajinayaan ma cilaajinayo qaabka ay u daweeyaan ee xadhig iyo dil iyo afkaarta sideedaba xoog laguma daweeyo afkaarta waxa la yidhaahdaa qofka maskaxdiisa gala qofka ku qanacsan waxa kan waan ku dilayaa wax badan kama tarto isagaaba laga yaabaa inuu dhibasho diyaar u yahay maxaad dilaysaa dab isaguu dhibasho diyaar u yahay maxaad dilistaadu ay samaynaysaa qofka bini aadamka waxaa lagu qancin karaa waxa weeyaan mabaadi'dan in lagala niqaasho in lagala doodo in wax la baro cilaajka qudhee la garan karee tataruf ama guluwi lagu daweyn karaa waxa weeyaan dadka ahlu cilmiga in loo ogolaado inay wax sharxi karaan wax akhriyi karaan wax daraasayn karaan reer galbeedku cagsigay u carareen oo ah wixii diinku abtirsada khaasatan inta culammada in afka laga xidho kuwan yaryarya intana in xoog lagu daweeyo inay sii karta mooyaane wax iska bedelayaana ma jiro meel ay cilaajiyeenoo dunida ka jirtaana ma jirto inkastoo lagaba yaabo inay iyagu gardaran yihiin inta badan galbeedku siday u wadaan haddana meel ay cilaajiyeenayaan ma jirto haddii la rabo in cilaaj la sameeyo markaa cilaajku waa fi bilcilm nabigu calayhi salaatu wasalaam dadkii tatarufka sameeyey ama quluwigu ku dhacay mana xidhin mana laynin mana waxna kale eh wuxuu sameeyey inuu tarbiyeeyo inuu wax u sheego in cibaadadu siday saxa ku tay tilmaamo in waxa saxa iyo waxa qaladka ah u sheego idan qaabka qure waxu saxmi karaan waa in dadka diinta ahlu cilmiga ah la fasaxo inay wax sharxi karaan wax tarbiyeyn karaan wax badan ay akhriyi karaan murshidka rasmiga unbaa masaa'ilkani waa masaa'il cilmiya sharxi kara dhallinyaradana waxaan kula talinayaa dhammaantood da' yaridu iyo tajriba yaridu iyo aqoon yaridu intuba waxay keentaa in badan inuu qofku kaco oo kufo walidaalika waxaa u baahantihiin cilmiga si mikroya inaydan u gelina si makro ah inaad u gasho si ballaadhan waxaa laga yaabaa mas'ale iyo laba inaad laba kun oo kitaab ka baxdido intaasoo quri kuu muuqato laakiin noloshu hal mas'ale maaha noloshu way ballaadhantahay ninka caalimkiina si weynoo ka ballaadhan saad wuxuu eegay si wuxuu eegaa dhallinyaradana waxaan kula talinayaa dadka ahlu cilmigaa diinta ka qaata oo weliba kuwa ahlu cilmiga ee diintooda lagu kalsoon yahay kuwaasi diinta ka qaata quluwiga sida qudhee lagaga bixi karaa markaasi waa cilmi la helo iyo murshid qof ahlu cilmiya oo wax tarbiyeeya oo tarbiya saxiixa wax ku tarbiyeeya وصلى اللهم على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين